مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل أرانب، هنعملها بطريقة جديدة. هتدخل الفرن بعد ما تتسلق. أغلب الناس اللي بتاكل الأرانب بتسلق الأرانب وتدخلها تنشفها في الفرن، أو بتاكلها مسلوقة وخلاص كده. بس أنا عايزة أقول حاجة قبل ما نبدأ الطريقة وأقول المكونات اللي معايا. الأرانب قيمتها الغذائية عالية جدا. انا واحده من الناس ما بحبش الارانب، كنت ما بحبهاش، انا دلوقتي باكلها. بس يعني قعدت وقت طويل كده، مثلا بتاع يعني لحد ما وصلت 20 21 سنه انا ما باكلش الارانب دي، ما بحبهاش خالص. انا في عيله ام واخوات وخالات وكده، الارانب عندهم مش اكله، الارانب عندهم اسلوب حياه. ماشي. حتى في المناسبات زي علبة الشوكولاتة كده، اللي يكح روحي هاتي له أرانب، اللي يولد هاتي له أرانب، أي حاجة ناجحين هات لهم أرانب. طبعا أنا بحثت ورا موضوع إن إيه الأرانب، يعني إيه، يعني أنا بحب طعم الفراخ عن الأرانب أكتر، يعني بستلذ طعم الفراخ عن الأرنب. قعدت كده دورت بقى إيه فايدة الأرانب دي، طلعت الناس دي مش بتتكلم يعني غلط، طلعت الارانب دي فايدتها عاليه جدا 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 جدا. اولا بتحافظ على ضغط الدم. الناس اللي عندهم قلب او مشاكل في القلب او في التنفس او الكلام ده كله، بينصحوا ان هو ياكل ارانب، عشان الارانب ما فيهاش نسبه كوليسترول او مش بتعلي الكوليسترول عند الانسان. مفيدة جدا للعظم وللسنان، عشان كده لما واحدة بتقول لك اكليها ارانب ترم عظمها يعني. تمام. فيها نسبة كالسيوم، فيها نسبة مغنيسيوم، فيها معادن كويسة قوي قوي قوي، فيتامين ب 12 ممتازة. عنده مشكله فيتامين في بيت، عنده مشكله في الفيتامين، اي حد عنده مشكله في فيتامين ب 12 عنده نقص فيه ياكل ارانب. ماشي. الارانب من الثدييات، بتولد مش بتبيض، فبيبقى فيها نسبه زفره شويه، فعشان كده ما بتتسلقش زي الفراخ. الفراخ نغلي الميه ونسلق، لا دي لازم تتشوح، لازم لازم تتشوح بفص مستكه كده وحبه حبهان وتشوحيها حلو في سمنه او في زبده عشان الزفاره اللي فيها تروح. مفيده جدا للعظم، العظم اللي بيتكسر برده كان عندنا اللي بيتجبس ابعتوا له ارانب. فهي الناس دي ما طلعتش يعني بتتكلم من فراغ، طلع فعلا عندهم برده وجهه نظر، وهي فعلا الارانب مفيده جدا جدا جدا. خشوا على النت اعملوا ايه فوائد الارانب او اللحوم البيضاء، هتلاقوا كل الكلام اللي انا قلته ده. نبدا بقى في موضوعنا النهارده في اكلتنا. عندي ارنب. الارنب ده انا مقطعاه ومنضفاه حلو جدا. منضفاه ازاي؟ مقطعاه وغسلاه، وبعد ما غسلته بايدي ونضفته وشلت اي حاجه فيه عروق دمويه اي حاجه فيه، بروح حطاه في ميه وخل وليمون وملح ساعه ساعتين اللي انت عايزاه، وبعدين بتمسكيه حتة حتة كده، تقعدي تدعكيها بالملح كويس قوي والليمون، وبعدين تغسلي. ماشي. وتسيبيه يصفي ميته. عندي ارنب غسلاه كويس قوي ومتبلاه بملح وفلفل، دعكيه كده بالملح والفلفل بعد ما غسلته وصفوا ميته. المكونات اللي عندي ايه؟ بصلة كبيرة متقطعة جوانح، شرايح فلفل اخضر، زبدة اللي هشوح فيها. في مصر عندكم السمنه ها وعيشوا، احنا هنا الزبده. معلقتين صلصه كبار، مستكه، حبهان، كاري وجنزبيل، وملح وفلفل. يلا بقى هنعمل ايه؟ في حله كده معايا على النار، تسخن الحلة بس كويس. احط الزبدة
مجرد ما تسيح هروح نازله بالارانب مشوحيها. ماشي، هبدا احط بقى ايه الارانب كده، شايفيني؟ تمام. اوكي، انا دلوقتي حطيت الارانب على الكبده، وهفضل اقلبها لحد ما تتشوح خالص. ما نوطيش النار، النار تبقى عاليه. وانا بشوح هبدا احط الحبهان والمستكه. لو في ورق لوري يا ريت، لو في ورقه كده لوري حطيها يا ريت. اول ما لونها كده يتغير ابدا ايه اقلب فيها. برضو للناس اللي هي بتحاول تقلل من وزنها او بيعملوا دايت، ينصح باكل حته ارنبه. ليه؟ لان الارانب دهونها مش كتير، ما فيهاش دهون كتير، فتاكلي حتة أرنبة كده على الغدا مع خضار سوتيه أو حبة مكرونة مسلوقة أو ثلاث أربع معالق اللي هم الرز دول اللي بياكلوهم في الدايت كده يعني. ماشي، أبدأ بقى أحط حبهين. هي اساسا المفروض الارانب انا متبليها بملح وفلفل، واحط بقى ايه فصين ثلاثه كده مسكته. انا بقى قدام الحله، فانا شم ريحه المستكه مع الارانب مع الزبده، ريحه هايله يعني. طبعا معروف الارانب دي بقى ايه، ارانب وملوخيه، يعني هي مربوطه بالملوخيه قوي، بس انا دايما بحب اعملها مع صينيه بطاطس، بتبقى برده جميله. بعد ما تعمليها كده ممكن ترصيها فوق صينيه البطاطس وتدخليها الفرن، تبقى حلوه قوي. كنوع من انواع التغيير يعني، مش كل مره تربطي الارنب بالملوخيه، لا ممكن تعمليها على صينيه بطاطس عادي جدا.
كده شوحته بقى شكله كده، بقى شكله كده. هنشيل بقى الارنب من الحل اللي انا شوحت فيها، اللي هي فيها الزبدة وفيها المستكة والحبهان، وطبعا الملح والفلفل الاسمر مطرح ما تشوحت الارانب. في نفس الحلة كده وهي على النار، وهي على النار بالحاجات اللي فيها دي، هروح حاطة البصل. انا بحب طول ما انا واقفه بس ايه، بحبش اي حاجه يبقى فيها نقط ولا حاجه مفرفشه ولا الكلام ده. هنفضل نشوح جوانح البصل لحد ما لونها يبدا يروح للذهبي شويه، يبدا يتغير. بصلاية كبيرة جوانح واشوحها مكان تشويحة الارانب. ليه مكان تشويحة الارانب؟ عشان تاخد الطعم والريحة. البصل بدأ لونه يتغير معايا، هحط الفلفل الأخضر. تمام كده، احط الصلصه. معلقتين صلصه كبار. احط فلفل اسمر. احط حبه ملح. كاري. طبعا احنا متعودين نحط للارانب كاري، هي بس عشان الوصفه اللي عندي. هي الطبيعي ان هي بتتسلق وتتشوح، ملح وفلفل وستكة وحبهين وخلاص. لا انا هحط لها كاري. هوطي بقى النار كده شوية، هحط جنزبيل. ماشي، انا كده حطيت كل البهارات بتاعتي اللي انا عايزه احطها. هعمل ايه بقى؟ اروح مرجعه الارانب تاني الحله. مرجعيها على البصل والفلفل والصلصه والبهارات. اقلب كده اسويها ازاي بقى.
هكون غالية مية في الكتل. وانزل بيها على الأرنب. المية تغطي الأرنب. واسيبها بقى تستوي. هسيبها كده. الارنب بقى تستوي عادي. ماشي. بعد ما الارنب تستوي هنشيلها وهصفي الشوربه بتاعتي. هصفي الشوربه اللي هي اتسلقت فيها الارانب. هجيب صينيه فرن هرص فيها الارانب واخد اللي انا صفيته اللي هو البصل والفلفل ارصهم على الارانب وادخلهم الفرن نص ساعه. تمام كده. الشوربه بتاعتي دي بتتشرب عادي جدا، ممكن تحطيها وتشربيها، طعمها خطير. اوكي. هنوريكم شكل الارانب لما تطلع بعد السوا وبعد ما تطلع من الفرن. هتدخل الفرن نص ساعه ويتحط عليها بعد ما تتصفى الشوربه البصل والفلفل، يترصوا فوقيها وتدخل الفرن نص ساعه من غير اي بقى بهارات ولا اي حاجه تانية. هنزل لكم صورة الأرانب تشوفوها. باي باي.